السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم أوضاعكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم بموضوع جديد من مواضيع حياتي في سويسرا. ما رح نحكي على كرة القدم، رح نحكي على شغلات أزرق إن شاء الله. نحن كفلسطينيين مقيمين في سوريا، تجي على سويسرا أو على أوروبا أنت بلا وطن، ما بيعترفوا بدولة فلسطين كاملة، ما بيعترفوا فيها. طبعا الأوامر من المعلمة الكبيرة، طيب المعلمة الكبيرة أعطتكم الأمر أنه ما تعترفوا ببلدنا، أقل شيء أعطونا بديل، يعني إذا مو بديل وطن بديل إقامة. المهم الإف أسوأ أنواع الإقامة بسويسرا، وفوق منها عصة قبر كمان، فوق الموت عصة قبر كمان بلا وطن، يعني بدك تروح على الشغل بتستصعبها. المدرسة بالنسبة للأطفال بس يصيروا بمراحل المهن بصير مشكلة عندهم، بالنسبة بلا وطن هاي مشكلة بالنسبة لهم. فكتير كان وضع سيء بالنسبة للفلسطينيين. الأخوة الشباب ما شاء الله من فترة شهرين أو ثلاثة شهور تقريبا عملوا اعتصام قدام بناء الأمم المتحدة هون، للأسف يعني إجوا عشرات، ما بس يمكن ما بيتجاوزوا 30 شخص اللي اجتمعوا قدام بناء الأمم، يعني وعملوا دعاية وضجة كبيرة مشان تيجي العالم. توقعت أنا واحد من الناس، توقعت إنه أبو الجنسية اللي حامل الجنسية السويسرية يجي قبل اللي معه الإقامة الإف. ما حدا إجا وما حدا بيحب حدا ولا حدا بيحب حدا ولا حياة لمن تنادي. المهم الأخت غادة الريان عاملة رفع دعوة من سنوات، هي عم تتقاوم وتناشط مع الجماعة، كسبت دعوة هي بمنح إقامة بي للقادمين من سوريا الفلسطينية. بتقول والموضوع مكتوب بموقع مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، موقع على جوجل مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا. بتقول قالت الناشطة القانونية والحقوقية الفلسطينية غادة الريان أنها استطاعت بعد 8 سنوات من معركة قضائية خاضتها في محاكم السويسرية انتزاع اعتراف من المحكمة الفيدرالية العليا بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية. ولك لحنا عنا جنسية وعنا أصول لجد جدكم اللي مو معروف جدكم مين، سويسرا مو معترفة بفلسطين، ما مشكلة. وقالت الريان سيد ريان إن القرار المحكمة العليا يعد الأول من نوعه في سويسرا انتصارا لحقنا كلاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا وتحولا قانونيا في تطبيق الفيدرالية السويسرية للاتفاقية الدولية من النظرية إلى العملية. وأوضحت السيد الريان أنه بموجب هذا القرار سيتم منح الحماية من الفئة بي للفلسطينيين القادمين من سوريا، وهذا يعني تمكين حامل الإقامة من العمل والاستفادة من حق لم شمل الأسرة والسفر إلى خارج البلاد باستثناء بلده الأم. والموضوع طويل، أترك لكم الرابط تبع المقال بالوصف أو بأول تعليق ثبت لكم إياه مشان تقرأوا، اللي له عنده اهتمام كتير بالموضوع يدخل عليه. الأخ قاهر المنافقين علقت تعليق مبارح، حسيتك عم تهاجمني، بدي أعمل لك موضوع خاص لحالك، بس أنا من جهتي من هون من قلبي بعرف أنك أنت ما رح تسمع، لا تسمع بقلبك ولا تسمع بإذنك، أنت عندك رأي بدك تفرضه على البشر كلها. لا يا صديقي، لا يا حبيبي، إذا بدك تعمل الكلام هذا أنا بستعد حاورك قدام كل شيء، أول شيء أمام الله وأمام كل شيء يشوف فيديو قدام العالم كله، بس بتطلع بصوت وصورة بشخصيتك بتقول أنا فلان ابن فلان من مدينة فلان مقيم في منطقة الفلانية وأنا بدي أحكي على وضع الإسلام وعلى وضع المشركين والمنافقين اللي جايين يعيشوا بأوروبا، هيك بناقشك. أما خلف الكواليس من أنت ما بعرف، هل أنت ذواب إلكتروني أو أنت ملحد عم تبث الفتنة بين المسلمين ما بعرف. مبارح استفزيتني كتير وأنا أصرت، اللهم أني صائم، الدنيا رمضان وأيام جبورات، بدك اسمعني، بدك تنصحني في أصول النصيحة، أنا رح أعلمك شلون. أول شيء بتقول له أخي الكريم لو سمحت بعد إذنك الإقامة في سويسرا غلط من باب كذا، تثني على الشخص بعدين بتنتقده، أنت فايت حامل السيف وبدك تخلي العالم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قال بترجع لملتنا، قال أولو كنا كارهين، ما في شيء بكراه، بدك أنت ترغبني مو ترهبني.
يا صديقي أنا من الأسبوع الماضي في شخص علق لي تعليق، والله أنا خجلت من نفسي، أنا خجلت من نفسي، لك خجلت. كتب لي أخي الكريم أنت شخصيتك هادئة ومحترمة ومهذبة، ما بتلبق لك الموسيقى، والله يوم قريته خجلت. قلت له لعهدك إنه ما نزل موسيقى. من هذاك اليوم ما نزلت موسيقى على فيديو، نزل قرآن وحط دوره. في أسلوب، في أصول بالحديث، أنت أسلوبك استفزازي، مو معروف مين أنت على فكرة، أنا محاكيك كأخي، عمل لك يا أخي يا أخي، جائز تكون أنت مالك علاقة بالأخوة تبعي كلها، تكون دينك مو من ديني، بس أنت عم تفت علي، لك كلمة مرحبا ما قلت، لك كلمة السلام عليكم ما قلت، يعطيك العافية ما قلت، دغي جاي من الإقامة ما محرمة غير مشروعة، لا يجوز الإقامة في بلاد النصارى والكفر والولول. لك اتقي الله يا أخي، لك اتقي الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الجماعة أونا فتحونا بوابهم، أي نعم الإقامة صعبة، لك صعبة على السويسري مو علي، صعبة على السويسري، على العالم كله صعبة. شو أنا بدي أذبحهم؟ شو أنا مين أنا؟ أنا جاي لعندهم شحات، أنا شحات جاي لعندهم لهون، أهوني يطعموني يعطوني بيت ويعطوني يعطوني، بدي أنكر فضلهم؟ من أنت؟ أنا ممنوع سافر برات هالبلد، أختي مريضة بالسويد، جبت لهم قصاصة ورق تقرير طبي إنه أختي مريضة، قال لي هي جواز سفر تفضل والله معك، قلت له ما عندي مصاري، قال لي ما دخلنا، رحت سألت وين؟ أروح على الكنيسة، رحت على الكنيسة دقيت باب مرحبا، قلت له أنا هيك قصة، تعال شو معك فرجيني، بس جيب لي تقرير قديش بينزل لك مصاري كشف حساب، نزلت له تفضل، قال لي تعال تعال، قديش الرحلة تبعك؟ قلت له بطلع من هون لهون، لقيت أخ يعني أرخص شيء طلع 150، قالت لي المخلوقات هي 250 والله يسر لك، 250 فرنك أنا سافرت روحها ورجع وأكلت وشربت حسابا على الطريق. اتقي الله يا أخي، اتقي الله، في الله، في جورة، في حق، في صراط، بدنا نتحاسب على كل كلمة بنحكيها. اللهم إني صائم. استفزيتني، حسيت حالي من مشركي قريش امبارح. صبر جميل، الله المستعان. اللهم ردك أنت وأنا وكلنا، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردني إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعفو عني وعن أخي يلي عم يهاجمني، إنك تحب العفو فاعفو عنا يا كريم. أيام فضيلة، أيام مجبورات، فوت سلم علي، اثني علي، لي يا اخي الله يعطيك العافية، اسلوبك حلو، اسلوبك سيء، اي شيء انتقدني ما بزعل، بس دغري طج بتهاجمني، هذا الشيء مو مقبول اصلا، مو مرفوض جملة وتفصيلا. بدي اعمل لك مقطع فيديو بس مو وقتها، بس طبعا مقطع فيديو انا ما بشهر حدا ولا بظلم حدا، بحكي هيك. ان شاء الله تكون استفدتوا الموضوع هذا. خلينا نورجيكم لقطة، الشباب يلعبوا هون مباراة نظامية، هي على فكرة من امبارح كانوا عم يتدربوا، بس كل واحد بملعب، اليوم كان في تحدي حتى في اهالي موجودين. هات لنعمل لكم لقطه، هاي الاهالي هون، ما في نار كتير، الشمس غايبه. على كل حال ما تنسونا مصالح دعاكم، واكثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله، اكثروا من قول اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا يا كريم. العشر الاخير من رمضان الله يتقبل منه منكم، ان شاء الله هيك بتكون ايامكم فرج وخير للجميع ان شاء الله. لا تنسونا مصالح دعاكم، حطوا لنا لايك، شجعوا له ابطال، حطوا له لايك ليجيب لكم المعلومة من تم السبع. من هون لشيء اخر، اترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله.